مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شاركت محبوبة الجماهير الممثلة سهيلة معلم كواليس تحضير إطلالتها لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، حيث اختارت أن يكون اللون الأسود عنوان لهذه الإطلالة. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الإنستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستغرام.